السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. لكن قبل ما نروح للشرح، ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا مباراة الأهلي والرجاء المغربي إن شاء الله هتكون في مصر هنا يوم السبت الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وهتكون على ملعب السلام اللي هو ملعب وي. وطبعا من المؤكد إن معظم الناس عارفة ميعاد المباراة، لكن معظم الناس محتاجة تعرف القنوات الناقلة اللي هتنقل المباراة. طبعا أول حاجة زي ما قلنا إن المباراة هتكون في مصر هنا، فأول قناة معانا هتكون قناة مجانية وبتعليق عربي، وهي قناة أون تايم سبورت اللي موجودة على البث الأرضي. يعني بمعنى أصح لازم يكون عندك شاشة أو ريسيفر بتدعم البث الأرضي عشان تقدر تشاهد المباراة. هتعمل اريال، وقبل كده كنا عملنا اريال، وفي ناس كتير على اليوتيوب عاملين طرق كتيرة للعمل الاريال. هتعمل أي طريقة سواء اللي أنا عاملها أو أي حد عاملها تاني، وهتوصل السلك في الشاشة اللي بتدعم البث الرقمي أو الريسيفر اللي بيدعم البث الرقمي، وهتقدر تشاهد المباراة. طيب افرض أنت ما عندكش حاجة بتدعم البث الرقمي وعاوز تشاهد المباراة، كل اللي انت هتعمله انك هتستقبل قمر استر 19 الموجود في موقع المداري 19 شرق. وقبل كده كنا استقبلناه باكتر من طريقه، استقبلناه على طبق متر، واستقبلناه على طبق 85، واستقبلناه على طبق 70، عشان كل الناس تقدر تشاهد المباراه مهما كان حجم الطبق اللي عندك. وطبعا المباراه هتكون على قناه بي ان سبورت الفرنسيه 6 الموجوده على تردد 11895 عمودي معدل الترميز 29700. طيب بالنسبه للناس اللي حابه تعرف ان القنوات بي ان سبورت الفرنسيه بتشتغل ازاي، طبعا قنوات بي ان سبورت الفرنسيه بتشتغل بالشيرنج، وطبعا مش كل الشيرنج بيشغلها. طبعا معظم الناس عارفه ان انا بشتغل في سيرفر الجوسات، فاي حد حابب ياخد تجربه او حابب يشترك ان شاء الله هسيب لكم رقم الواتساب في اول تعليق مثبت. وطبعا بالنسبه للناس اللي ما تعرفش يعني ايه شيرنج او ما تعرفش هيشغلها ازاي، كل اللي انت هتعمله انك هتدخل على الضبط، هتلاقي كلمة نسخة أو كلمة إصدار، هتدخل عليها هتلاقي كلمة نسخة. أول ما تلاقي كلمة نسخة ادخل عليها وصورها وبعتها لي على الواتس على الرقم الموجود في التعليق المثبت، وأنا هعمل لك كل حاجة أو هفضل معاك لحد لما تشغل القنوات. أهم حاجة تستقبل قمر أستر 19، ولو أنت عندك سيرفر بيشغل القنوات مفيش مشكلة، أو محتاج تاخد الجوسات سواء تجربة أو اشتراك هتكلمني على الواتساب على الرقم الموجود في اول تعليق مثبت. وطبعا بالنسبه لطريقه استقبال قمر استا 19 هيظهر عندكم في حرف الاي دلوقتي، وكمان ان شاء الله هسيبه في خانه الوصف تحت الفيديو. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.